السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتكون الحصة اللي فاتت نالت الإعجاب ديالكم واستفدتوا منها. دونك في الحصة ديال اليوم نكملوا ما تبقى من الحصة الأولية ومن الشابتر الأول، يعني بالنسبة للاناتومي. الوغ كنا ديجا كنهضروا نيت في لانتروديكسيون او كور هومان، هذا هو الشابتر الأول اللي غنكملوه اليوم. دونك حنايا فين وصلنا؟ وصلنا في هاد الدي، دونك قرينا ليتر هيومان اورغانيزم فيفون، قرينا لي نيفو دو اورغانيزاسيون دو كور هيومان، لوميوستازي قرينا حتى هي. دونك وصلنا في لا بوزيسيون اناتوميك اي تيرمينولوجي. الوغ بالنسبه لا بوزيسيون اناتوميك اي تيرمينولوجي، دونك شنو كنقصدو بها؟ بعدا كنقصدو بها تيرمينولوجي، يعني هما لي باز، هما واحد لي تيرم، واحد الكلمات اللي كنستعملوهم وكيتعاودو غير في الاناتومي. يعني بحال كنقولو مثلا كاين دي تيرم اللي كنستعملوهم غير في الميتين، كاين دي تيرم اللي خاصين مثلا بواحد الميتين معين، عندنا واحد لي تيرم اللي كنستعملوهم في الاناتومي بالضبط، وعندنا واحد الحاجه اللي سميتها بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس. البوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس هي اللي كنعتمدو عليها باش كنبغيو نشرحو ولا نفصلو شي حاجه. دونك هذيك لا بوزيسيون هي اللي هنايا في هاد ليماج هادي، دونك بهذا الشكل هذا، بلاتي نوريها لكم. دونك هاد الشكل هذا، هاد ليماج هادي هي لا بوزيسيون اللي كنقصدو بها حنايا. دونك بالنسبه لهاد لا بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس كيفاش كتكون؟ دونك تقدر شي مرات كيحطوها دي بروف، شي مرات لا، المهم غير اغوتينيغ ولا باش تعقلوا عليها ولا تعرفوها. دونك هاد لا بوزيسيون كيكون عندنا لو سوجي اللي كنقصدو به داك الشخص، لو سوجي اللي دوبو دونك واقف، لي بي سون باراليل، دونك رجليه كيكونوا متوازيين، كيكونوا اون باراليل، يعني وقفه مقاده، اي ماتوني ابلا سور لو سول، دونك كيكونوا سور لو سول. لو روغار ديريجي فيغ لافون، دونك كيشوف نقولو اون فاس، اي لي برا سون توندو لو لون دو كور، دونك لي برا كيكونو فوالا هكا، دونك توندو، اي لا بون دي مان اي تورني فيغ لافون، دونك لا بون دي مان كيما كتشوفو في ليماج بهاد الشكل هذا، اي تورني فيغ لافون، اي لي دوا بوانت فيغ لو سول. Alors, des termes anatomiques relatifs à l'orientation permettent de décrire la position des structures, des surfaces et des régions du corps selon la position anatomique. Donc, comme on a dit, il y a des termes qui sont essentiels et qui nous permettent d'orienter et de la position des structures et des surfaces et les régions. دونك لي تيرم اناتوميك اللي هما معروفين واللي بلو كورون، هما اللي حطيتهم لكم في واحد الطابلو باش تحفظوهم باش تعقلوا عليهم، هما هادو. الوغ عندنا بعدا سوبيريور اونتر بارونتيز كرانيي، سوبيريور ديما كنقولوا على شي حاجه اللي عاليه، دونك لو كران، لو كران هو اللي كاين في الدماغ، دونك سي سوبيريور فيغ لا تيت، فوالا. Alors inférieur c'est vers les bras, vers le bas, à l'opposé de la tête. Donc la tête qu'on a dans le fond, alors que le bas ou le tête. Donc l'axe dial supérieur ou inférieur. Alors le ventral c'est vers l'avant, devant. Dorsal c'est vers le dos. Donc dorsal, dorsal c'est vers le dos. Donc c'est derrière. Donc من ورانا ماشي من قدامنا. Donc vers l'avant c'est من قدامنا, vers le dos من ورانا. الوغ ميديان هو اللي كنقصدو بها لو بلون ميديان، هو اللي كنقصدو به الوسط، هو اللي غنشوفو دابا شويه في لي بلون. دونك عندنا ان بلون اللي هو ميديان اللي هو في الوسط. الوغ لاتيرال سي لوبوزي دو بلون ميديان دو كور، انترن ايلواني دو سيرفاس دو كور، انترن يعني بروفون سي الداخل، والاكسترن هو اللي كنقولو حنا خارجي ولا على برا، هو سوبرفيسيال. Proximal, هو le plus près de l'origine d'une suture, donc proximal c'est-à-dire plus proche, قريب بزاف من واحد بلاصه، من واحد لا ستركتور. ديستال هو اللي كيكون بعيد من داك لا ستركتور، بعيد بزاف. فيسيرال كنقصدو بها لي زوركان انترن، يعني اللي عندنا الداخل. وباريتال كنقصدو بها لي باروا دو كور، يعني لي باغوا هما اللي كيكونوا تقريبا قبل من الجلد ولا في الجلد. دونك باغيطال هما اللي خارجين اكثر من فيسيغال، فيسيغال كتكون عندنا لداخل.
الوغ هادو هما اهم لي تيرم لي خاصكم تحفظوهم ولا تعقلوا عليهم. المهم على حسب، حيت كاين شي حوايج كيتفهموا بحال دابا سوبيريور انفيريور دورسال ميديان، هادو زعما بروكسيمال حتى هي، هادو زعما خصكم غير تفهموهم، زعما ماشي ضروري تحفظوهم هكا كيما هما. الوغ لي 3 بلان دو ريفيرونس، عندنا 3 بلان دو ريفيرونس باش كنقدروا اننا نوصفوا لوريونطاسيون دي ستركتور دو كور. دونك عندنا لو بلان ساجيتال ميديان اللي قلت لكم انا في الوسط، دونك هو هذا ساجيتال، دونك فوالا هو هذا، دونك هذا هو لو بلان اللي كيكون عندنا في الوسط. الوغ عندنا سي لو بلان دو سيميتري ديال التماثل، كي ديفيز لو كور اون سي بارتي دروات اي غوش، دونك كيقسم لنا جسم الانسان اليمين والشمال، دونك كيكون عندنا المهم قسم جسم الانسان على جوج هو اللي كيكون عندنا في الوسط. دونك كما كتشوفوا في هاد لا فوتو، الوغ لو بلان فرونتال او بيان كورونال ديفيز لو كور اون سي بارتي انتيريور اي بوستيريور، دونك كيقسم لنا لانتيريور اي بوستيريور، دونك فرونتال هو هذا، دونك كيقسم لنا الجسم هذا لونتيريور اي لو بوستيريور. الوغ ترانسفيرس ولا اوريزونتال ولا ترانسفيرسال، هاد لو بلون هو اللي كيقسم لنا سوبيريور ولا انفيريور، دونك هو هذا، دونك كيقسم لنا جسم الانسان سوبيريور ولا انفيريور. كنمسح هاد الشيء فوالا، دونك باش ما تخربقوش. الوغ دابا ندوزو النقطة الأخيرة تقريبا قبل من التمارين، هو لي ريجيون اي لي كافيتي دو كور. دونك بالنسبة لي ريجيون دو كور، عندنا لا تيت، الوغ عندنا لا تيت، عندنا لو كو، عندنا لو ترون دونك لي فيه توراكس اي لابدومين، وعندنا لي دو مومبر سوبيريور هما اللي داخلين فيهم لي زيبول و لي برا، وعندنا لي دو مومبر انفيريور دونك هما الرجلين، هما اللي داخلين فيهم لي جونو لي شوفي لي بي. الوغ كنجيو نهضروا على لي كافيتي دو كور، دونك لي ريجيون كنظن واضحين. دابا غنجيو نهضروا على لي كافيتي. Les cavités du corps sont des espaces confinés sur, dans lesquels les organes sont protégés. Donc les cavités sont les qui protègent les organes, l'âme, le corps, donc ce sont les cavités. Alors c'est pareil maintenu par des membranes. Donc ils ont un énorme parquet au sein des membranes. الوغ عندنا بعدا اول حاجه سي لا كافيتي دورسال او بيان بوستيريور، دونك شنو قلنا دورسال هي فيغ لو دو، دونك دورسال او بيان بوستيريور اوتوماتيكمون غنفهمو انها شي حاجه قريبه من لو دو ولا في الظهر ديالنا. دونك الي كومبوزي دو لا كافيتي كرانيين كي كونتيان لونسيفال، اي دو لا كافيتي فيرتيبرال كي كونتيان لا مويل ايبينيير. دونك هادشي كامل عيبان لنا فواحد ليماج في الاخر لي غتلخص لكم هاد لي كافيتي. دابا غير فهموا ان كاين عندنا كافيتي دورسال وكافيتي كرانيان اي كافيتي فيرتيبرال، دونك فيرتيبرال فيغ لا مويل ايبينيير، و كرانيان اللي هي فيها لونسيبال اللي غنشرحها لكم في داك لا فوتو. الوغ كاينه اوسي لا كافيتي فونترال او بيان اونتيريور، فونترال فيغ لو فونتر اللي فيها الكرش ديالنا ولا المهم سي فونترال، دونك من لو فونتر جايه الكلمه. ال كومبرون لي كافيتي توراسيك ابدومينال اي بيلفيان، دونك كتجمع لنا ولا جامعه كاع لي كافيتي توراسيك اللي فيها رئتين، دونك سي قريبا التوراكس، ابدومينال اللي قريبه ولا ابدومين قريبه من الكرش، و بيلفيان هي اللي قريبه سانتور بيلفيان هي اللي غنوريها لكم في داك التصويره باش تفهموا، حيت سينا اذا بقينا كنهضروا غير هكذا ما تفهموهاش مزيان. الوغ اي كونتيان لي زورغان فيسيرو، دونك داك لا كافيتي فونترال هي اللي فيها لي زورغان فيسيرو، هي اللي فيها دونك فيها الامعاء، فيها المعده، فيها كاع داك الاعضاء اللي هما الداخل اللي كلهم هما فيسيرو. دونك اون ريكوب لي كافيتي ابدومينال اي بيلفيان سو لو نون دو كافيتي ابدومينو بيلفيان، دونك كنجمعو داك جوج سميات ديال ابدومينال اي بيلفيان وكنسميوها ابدومينو بيلفيان. الوغ لي زورغان فيسيرو دو لا كافيتي توراسيك
الاعضاء اللي هو الداخل دونك في سيرو. هاد الكلمات كما كتشوفوا اللي في الطابلو خليتهم لكم هما اللي كيبداو يتحفظوا. دونك في سيرو هما اللي كيكونوا عندنا الداخل في لاكافيتي توراسيك، هما شنو؟ هما القلب والرئتين. دونك هاد جوج الاعضاء هما اللي كاينين عندنا في لاكافيتي توراسيك. الوغ لاكافيتي توراسيك اللي ديفيزي اون دو كافيتي بلورال. علاش قسمناها لجوج؟ حيت طبعا عندنا رئتين، دونك واحد الرئه دونك كنقسموها ديما الدغوات الى الكوش. دونك شاكين اونتوم ان بومو، حيت عندنا جوج لي بومو عندنا رئتين. الوغ اون كافيتي بيريكارديك اونتوم لو كور. دونك عندنا داك لي دو كافيتي بلورال وكافيتي بيريكارديك اللي كتونطورينا القلب، وهادو هما اللي مكونين الكافيتي توراسيك. لو ميدياستان هو الوسط، هو داك البلاصه اللي كاينه ما بين الرئتين بجوج، كنسميوها ميدياستان. الوغ لي فيستير دو لا كافيتي ابدومينال سون كيما قلت لكم كافيتي ابدومينال شنو قلت لكم عليها؟ فيها لي ستوما، فيها المعده، فيها لو غو انتستان اي لانتستان غريل يعني الامعاء الغليظ وهذا، وفيها لاغط، وفيها لافوا دونك لافوا الكبده، فيها لاغط الطحال، وفيها لا فيسيكول بليير ولا المصران الزايده. الوغ لي كافيتي دو كور ال بيرميت شنو كيمكنونا؟ ديجا قلنا ال بيرميت انهم يسيباريو لنا لا سيباراسيون فونكسيونيل دي زورغان اي دي سيستيم، كيمكنو من انهم يفرقوهم وانهم يحميوهم. دونك لا بلو غروند بارتي دو سيستيم نيرف اوكوب لا كافيتي سوبيريور. لي برينسيپ اورغان دو سيستيم ريسبيراتوار اي سيركولاتوار سو تروف دون لا كافيتي توراسيك، اي لي برينسيپ اورغان دو لا ديجيستيون سو تروفي دون لا كافيتي ابدومينال، اي لي زورغان دو ريبرودكتور se trouve dans la cavité pelvienne. هذا كوم ريزومي هو ان عندنا كافيتي سوبيريور هي اللي كيكون فيها كما قلت لكم الدماغ، هذوك الاعضاء اللي الفوق. كاين عندنا كافيتي توراسيك اللي فيها جهاز ديال التنفس والجهاز الدوري اللي فيه القلب، وعندنا لو اكبر كبيره، وعندنا دونك لا كافيتي ابدومينال اللي فيها الاعضاء ديال الجهاز الهضمي اللي فيها قلت لكم دونك فيها المعده، فيها الامعاء، فيها هذوك اللي كنحتاجوهم حنايا في الجهاز الهضمي. وعندنا الكافيتي بلفين هي اللي فيها الاعضاء ديال الجهاز التناسلي. دونك لي مومبران دو كور، دونك هذوك لي مومبران اللي قلنا هما اللي كيشدوا لنا هذوك لي كافيتي واللي كيربطوا لنا ما بيناتهم، دونك هما لي مومبران. دونك عندنا جوج الانواع ديال لي مومبران اللي اعتقلوا ليهم، عندنا مومبران ميوكوز وعندنا مومبران سيروز. داكوغ. وطبعا هاد لي مومبران كيكونوا عندنا مكونين من لو تيسو ايبيتيليال اي لو تيسو كونجونكتيف. دونك مكون من جوج الانواع ديال لي تيسو ديال الانسجه، وكيمكن انه يبروتيجي هادوك الاعضاء اللي كاينين لداخل، وانه يطابيسي لي كافيتي دو كور. دونك قلنا بلي عندنا جوج انواع، عندنا ميكوز اي عندنا سيروز. الو خصنا نفهمو شنو هي لي مومبران ميكوز اي شنو هما لي مومبران سيروز. الو بالنسبه لي مومبران ميكوز اي سكريت اون سوبستانس ايبيس اي فيسكوز ابيلي ميكوز كي ليبر اي بروتيج لي زوركان. دونك كتمكن انها كتكون واحد لا سيكريسيون الانتاج ديال واحد سوبستانس، واحد الماده اللي كتغطي لنا لي زوغان وكتحميهم. دونك اللي كنسميوها حنايا ميكوس، هذيك الماده كنسميوها ميكوس. دونك المهم هاد لي بارتي ديال لي مومبران الا ما فهمتوش مزيان زعما من الاحسن تكتبوا هاد لي مومبران، كتب السميه ديالها في يوتيوب وغيطلع لكم دي فيديو اللي كيشرحوهم اللي كيكون فيهم داكشي انيماتيزي باش انيمي بلوتو باش يبان لكم اكثر. الوغ لي مومبران ايبيتيليال كي تابيس لا كافيتي نازال. دونك لا كافيتي نازال دونك لي عندنا في النيف ديالنا عندنا واحد لا كافيتي اللي عندنا فيها واحد الميكوس. شنو هو الميكوس؟ مثلا خنونه، هذيك راه ميكوس. دونك كتمكن عندها واحد الوظيفه ديالها، راه ماشي هكذا وصافي محطوطه. مثلا لا تراشي اوسي لا كافيتي بوكال، دونك فيها اللعاب، اللعاب راه سي ميكوس. دونك هادو اللي كيمكنو من انهم كيحميو وكيبروتيجيو لي زورغان من غير عندهم وظائف وحدين اخرين اللي غنعرفوهم من بعد. الوغ لي مومبران سيروز هما اللي كيكونو كيغطيو لنا لي كافيتي توراسيك داكوغ ديال الرئتين،
وديال ديال رئتين القلب، و ميم طون ابدومينو بيلفيان اللي كيغطيو لنا داك لي زورغان اللي قلنا لداخل. دونك شنو قلنا؟ قلنا داك الاجهزه ديالنا، ديال الاجهزه التناسليه، و اوسي الاجهزه اللي مثلا قلنا المعده، و داكشي كامل اللي كنستخدموه في الجهاز الهضمي. دونك هذا هو كيدخل عندنا لي مومبران سيروز. دونك اي سون كونستيتو دو فين كوش اي تيشو ايبيتيليال. دونك هنا عندنا لو تيشو ايبيتيليال هو اللي كنلقاوه بزاف في هاد لو تيب دو مومبران. الوغ هاد ديتاي هذا صراحه ماشي مهم بزاف الا بغيتو تقراوه، ولكن ماشي مهم بزاف، هو لو بلوس امبورطون هو تعرفو لي تيب ديال لي مومبران اللي كاينين، وكل وحده من اين تيسي مكونه، وشنو كتغطي لنا اين كافي. الوغ فوالا، وصلنا لهاد ليماج اللي كتشرح كلشي. دونك كافيتي كرانين هي اللي فيها لونسيبال، ها هي اللي بالصفر، وهاد البلاصه هادي هي لا مويل ايبينيير اللي كنسميو حنايا كافيتي فيرتيبرال. دونك كاين كافيتي كرانين و كافيتي فيرتيبرال، هادو بجوج هما اللي كيكونوا لنا الكافيتي بوستيريور داكوغ، والكافيتي انتيريور هي اللي فيها داكشي اللي لداخل. دونك هي اللي فيها كافيتي ابدومينو بيلفيان، اللي فيها كافيتي ابدومينال و كافيتي بيلفيان. دونك ها هي، وداخله فيها فوالا، وداخله فيها حتى الكافيتي توراستيك، دونك اللي فيها لو كور و لي بوم. دونك هاد الشيما هو اللي ملخص شي شويه لي كافيتي، وكل كافيتي شنو فيها. الوغ ارابيلي الحوايج اللي خصكم تحفظوهم، اللي خصكم تعقلو ليهم، هما لي نيفو دوغانيزاسيون دو كور هيومان اللي خليتهم لكم في داك الشيما الاول، لي سيستيم 11 سيستيم اللي كاينين، و لي فونكسيون ديالهم، الغرض منهم والوظيفه ديالهم، لا ديفينيسيون ولا التعريف ديال لوميوستاز اللي خصكم تحفظوها، بوزيسيون اناتوميك دو ريفيرونس، سينيفيكاسيون دي تيرم اناتوميك داك الطابلو اللي خليتو لكم، et les cavités du corps et les membranes qui les tapissent. Donc, je bien sûr quand vous le connaissez, il y a quand j'ai pas parlé comme prof, peut être un comme tu as vu d'actu, mais c'est pour dire le prof. C'est maintenant que tu as l'examen. Alors voilà, donc tu as bien besoin des exercices. Alors, on va faire les semaines hado. Donc, bien à bout de semaines, ça a été vrai ou bien faux. Donc, voilà, donc un groupe de cellules qui coopère pour assurer une fonction déterminée établie un tissu. Le terme pariétal fait référence aux parois du corps et le terme viscéral fait référence aux organes internes du corps. Le pouce est en position latérale par rapport aux autres doigts de la main et en position distale par rapport à l'avant-bras. Dans la position anatomique, le sujet se tient debout, les pieds joints et les bras relâchés le long du corps. Les pouces tournés vers l'avant. Cinquièmement, maintenant, le mésentère rattache fermement les organes viscéraux à la paroi interne du corps de façon à les protéger du mouvement excessif. L'augmentation de la température du corps pendant l'exercice est un exemple de mécanisme de feedback de l'homéostase. Donc, j'espère que vous avez joué le headship, la matrice de carotte et que vous avez joué les hommes. حتى تساليو كاع الفهام هاد الكور كامل، عاد جاوبوا عليهم وخليو لي لي ريبونس ديالكم. دونك حتى نجاوب لكم عليهم في انستغرام. فوالا، طبعا خليهم لكم هنا في انستغرام ان شاء الله. مهم ابقوا متبعين لي ستوريز، راه نحاول انني نحطهم لكم تماك، ونحطهم في لاين باش اللي دخل يلقاهم. Alors bon courage et j'espère que vous avez compris, vous avez compris, vous avez compris. Allah vous fasse compte.